أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الآن في موقع بئر غرس، بئر غرس الذي غسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. الرسول صلى الله عليه وسلم غسل بسبعة آبار من آبار المدينة، وبئر غرس أحد الآبار التي غسل الرسول صلى الله عليه وسلم منها. ما معنى الغرس؟ هو الغرس هو الفسيل أو الشجر، مكان ما ينبت يسمى غرس. بئر غرس هو لصاحبه سعد بن خثامة رضي الله عنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأتي من مكة يسكن عنده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيب ماءه ويبارك فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إن مت فاغسلني بسبعة قرب من بئر غرس. فغسل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البئر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه توضأ في بئر غرس وصب ما بقي من وضوئه في البئر. وقد روى الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب الدر الثمين عام 1378 يقول: شربت من مائها المالح نوعا ما، ويوجد مادة تعالج المغص وآلام المعدة. وبالنسبة للأخوان اللي يبغوا يجوا، فين الموقع؟ بين شارع العوالي وشارع قربان، فين؟ جنب مدرسة الشاوي. بالنسبة للأخوان البوابة مقفلة، شايفين مقفلة، بس هذا منظر اللهم صل وسلم. من السبع الآبار اللي غسل الرسول صلى الله عليه وسلم منها، في بعضها موجودة في بعضها دفنت، والموجود إن شاء الله تابعونا على السناب رح ننزله إن شاء الله. واللي تعجب مواضيع حط لكم صورة السناب، صوروها في الجروبات في كل المواقع، ولكم الأجر. في الختام صلاة التوفيق لنا ولكم.